نقصنا صوت النبأ بس. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في تغطية الجريمة النكراء التي تعرضت لها مدينة درنا الزاهرة من قبل الطيران المصري الغاشم والتي نتج عنها استشهاد أطفال ونساء. نتابع التغطية مع عدد من الضيوف بعد هذا التقرير. حدثنا فيه خسائر كبيرة جدا وهو هذا المطلوب. يا ناس يا هو اللي يصير في دارنا حرام، نحن مسلمين مؤمنين. علاش تقعدوا ساكتين للدرجه هذه؟ الى متى؟ سؤال يقولوا فيه في الاذاعات، الى متى؟ الى ان تصبوا تصبايه رجل واحد يتعيش بكرامه تحت اللي نعرفوها نحن، مش كرامه الحقير حفتر. يتموتوا رجاله. خطيها سامحوني في الكلمه هذه، اكرسوا في حواشينك. نعم، إلى متى؟ بهذه الكلمات تلخصت مأساة درنة، وفي هذه الكلمات حلول لإنهاء هذه المأساة. وقفة رجل واحد تنهي جبروت من جثم على صدور أطفال ونساء ورجال المنطقة الشرقية طيلة 3 سنوات. فليلة الثلاثاء ليست ككل الليالي، شهداء وجرحى، قصف ودمار يخلف ثكالى وأطفالا أيتاما، 18 شهيدا بينهم 8 أطفال و7 نساء وأكثر من 20 جريحا بإصابات متفاوتة. والفاعل هذه المرة معلوم لدى الجميع، الطيران المصري بتنسيق مع قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. إعلام عبد الفتاح السيسي يحكي الحادثة في خبر عاجل متحفظا عن ذكر الطائرات التي قصفت درنة. مع حضراتكم ضيفة الكريم، ولكن الخبر العاجل ضربة جوية لمعاقل الجماعات الإرهابية في درنة في ليبيا. لسه خبر جاي دلوقتي، وسائل الإعلام الليبية أكدت أن هناك ضربة جوية استهدفت معاقل الجماعات الإرهابية في منطقة درنة اللي تعتبر هي المعقل الرئيسي للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وهذه الضربة وجهت من خلال بعض الطائرات. حملة استنكار واسعة بدأها ناشطون ضد هذه المجزرة وفاعلها، لكن اللافت للنظر هنا هو تبرير بعض الأشخاص لهذا العمل الشنيع، ومن بينهم أعضاء من مجلس النواب المنحل الذين أكدوا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء أن من مات في درنا يتحمل مسؤولية نفسه. وعقب حملة الاستنكارات بيان للرئاسي المقترح الذي خرج عن صمته في أول مرة، واصفا المجزرة بجريمة حرب بكل المقاييس، ومؤكدا مخاطبته مجلس الأمن الدولي للتدخل والتحقيق في هذه الحادثة وفاعلها الذي تحفظ الرئاسي عن ذكره أيضا، ربما طمعا في استكمال جلسات تقسيم السلطة في تونس. تعليقات مئات الليبيين على بيان الرئاسي لا تجد من بينها مؤيدا له، معتبرين أن السراج قد عرف عنه التعبير والإنشاء دون أي فعل على أرض الواقع، ويتساءل مراقبون للشأن عن مدى قدرة فايز السراج وعبد الرحمن السويحلي على تمثيل الفاعل من خلف القضبان أمام العدالة. ديري دوا شيلي جثامة اللي دوا يا عم. حقير زي هذا ياي يدمر في كم الطيارات وتسفقونا وتسفقوا هالمرة عيال عائلات عائلات صبايا وعيال صغار. شفتهم بعيني، ما قال ليش حد، ما سمعتش بودني، شفناهم. ديروا حل لعند انت صامتين كي سكوت لنجيكم حقير كيف ضياهي بيعه بعنا في الجاد وبيعك الدوا. علاش تقعدوا ساكتين للدرجه هذه؟ الى متى الى عام تصبوا تصبايه رجل واحد يتعيش بكرامة تحت اللي نعرفوها نحن، مش كرامة الحقير حفتر. يتموتوا رجالة. خطيها سامحوني في الكلمة هذه، اكرسوا في حواشينك. الله أكبر.
معي مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من هذه التغطية كل من مروان الدرقاش المحلل السياسي من مدينة مصراتة وكذلك إيناس الطوين المدير التنفيذي لمركز تقصي الحقائق وحقوق الإنسان وكذلك السيد إسماعيل العايب عضو المؤتمر الوطني العام والسيد أنور صوان أحد ثوار مصراتة وكذلك الكاتب السياسي الدكتور فتحي الفضلي. أبدأ مع السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي من مدينة مصراتة. سيد مروان، ما هو موقف مدينة مصراتة مما يحدث في درنة، خاصة أن درنة يعني بذلت حتى عدد من الشهداء في اقتحام كتائب القذافي لمصراتة في 2011؟ طبعا أهالي مدينة مصراتة اليوم تضامنوا مع مدينة درنة رفضا واستنكارا لهذا القصف الهمجي الغاشم على المدينة. كان هناك وقفة اليوم بعد صلاة العصر أمام قاعة الشهداء بمدينة مصراتة، شارك فيها جموع من أهالي المدينة. أيضا لعلكم علمتم أن مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة أصدر بيان استنكر فيه وشجب هذه الجريمة الشنيعة وحمل مسؤولية هذه المرة للمجتمع الدولي وحده دون الحديث عن المسؤولين الليبيين، وكأنه قد قطع الأمل من أي مسؤول ليبي أو من أي حكومة ليبية أو أي مؤسسة ليبية، وتوجه باللوم والعتاب على المجتمع الدولي محملا المسؤولية للمجتمع الدولي، وأيضا يقول بأن المجتمع الدولي هو من تغاضى وتهاون في محاسبة حفتر ناسيا أو متجاهلا كل القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن والتي تنص بشكل صريح على حماية المدنيين في ليبيا، ولكن للأسف هذه القرارات لم تفعل ضد هجمات حفتر التي شنها على كثير من المدنيين ابتداء من العائلات في منطقة قبفودة وجار يونس والصابري، ثم أيضا في مدينة درنة لأكثر من مرة، وثم أيضا للجريمة الشنيعة التي ارتكبها خليفة حفتر وميليشياته في جريمة الأبيار الشهيرة التي يعني لم يمر عليها أسبوع حتى الآن. أعتقد أن أهالي مدينة مصراتة طبعا كانت لهم وقفة في هذا الجانب، ويعرفون جيدا أن درنا من مدن الثورة التي لا ينبغي التهاون في إنكار أي جريمة تلحقها، خاصة وأن هذه الجريمة تأتي من كما هو معروف بقصف أجنبي اخترق السيادة الليبية وعلى السيادة الليبية واعتدى على الأراضي الليبية، وهذا الأمر طبعا يجعل هذه الجريمة جريمة مضاعفة وجريمة دولية وجريمة يمكن أن إعدادها في نطاق جرائم الحرب وجرائم. طيب سيد مروان، يعني ليست هذه الجريمة الأولى التي يرتكبها حفتر بحق الليبيين؟ البعض يرى بأن سكوت الثوار أو سكوت من لديه القوة للوقوف في وجه حفتر على جرائم حفتر ومحاولة إيجاد حلول سياسية وطرق ملتوية للوصول إلى وفاق ربما ليس أكثر من تقاسم لنفوذ أو سلطة داخل البلاد، وما دفع حفتر لأن يرتكب أو أن يتمادى في ارتكاب مثل هذه الجرائم. نعم صحيح، من يتحمل المسؤولية تجاه هذه الأعمال التي يقوم بها خليفة حفتر هو من أعطى المبرر وأعطى المصور لخليفة حفتر ليقوم بهذه الجرائم. وأنا أقول أن كل من يجلس مع خليفة حفتر أو الممثلين على خليفة حفتر أو الداعمين لخليفة حفتر يجلس معهم ليتكلم عن تقاسم مناصب أو يتكلم عن توزيع حقائب وزارية أو شيء من هذا القبيل، ثم لا تحرك فيه هذه الجرائم أي نازع لكي يوقف هذا الجلوس وهذا التحاور وهذا التفاوض، أعتقد أنه يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الجانب. يجب على كل المحاورين الذين يخوضون جولات الحوار اليوم مع مندوبي خليفة حفتر أن يكون له موقف وأن يهددوا أو يتخذوا خطوة حاسمة في إيقاف
هذا الحوار وهذه الجولات وأن يشترطوا لاستئناف هذا الحوار العمل بالنقاط العشر التي تم الإعلان عليها في حوار غدامس منذ سنة 2014، وهذه أولى هذه النقاط هي وقف إطلاق النار منذ سنة 2014 تم اتخاذ النقاط العشر هذه التي. طيب سيد مروان، يعني حتى تكون اللغة واضحة ونضع النقاط على الحروف، يعني حفتر يحظى بدعم دولي، هناك العديد من التسريبات تحدثت عن دعم بعض الدول بشكل مباشر لحفتر بالأسلحة، وتقرير لجنة الخبراء الذي صدر قبل أشهر قليلة يتحدث عن إدخال كميات كبيرة من الأسلحة عن طريق إحدى الدول العربية التي عملت وسيط بين حفتر وبين مجموعة مرتزقة من المالديف، عائلة مشهورة جدا بتجارة السلاح في السوق السوداء. يعني المجتمع الدولي سكت عن ذلك مع العلم بأن ليبيا تحت البند السابع، قصفت ليبيا من 2014 وحتى 2017 من طيران أجنبي فرنسي وأمريكي وإماراتي ومصري دون أن يتحرك المجتمع الدولي. هو يدعم حفتر، هو يقف مع حفتر. أستاذ الكريم، الدعم الذي تقوم به بعض الدول لحفتر هو مخالف للقانون الدولي، مخالف لقرارات مجلس الأمن، وهذا الأمر يعتبر جريمة، ويعتبر جريمة دولية يعاقب عليه القانون ويعاقب عليه الميثاق الأمم المتحدة. وكما تعلم جيدا فإن هذه الخروقات يجب متابعتها من المسؤولين الليبيين حتى يمكن تنفيذها. أما الجلوس والقول بأن المجتمع الدولي يدعم حفتر أو أن حفتر مدعوم دوليا أو أنه كذا، هذا الأمر هو السلبية بحد ذاتها. نحن لدينا قرارات مجلس الأمن، لدينا القوانين الدولية، في أيدينا سلاح قوي يمكننا أن نتضافر للاعتماد عليه في محاربة حفتر. ومن يدعم حفتر أيضا يجب كشف هؤلاء، يجب فضح هؤلاء عالميا ودوليا، ويجب إحراج القوة الكبرى بهذه المسألة، ويجب السعي بشكل كبير في المنظمات الدولية، في محكمة الجنايات الدولية. هناك منظمات حقوقية نستطيع أن نسعى من خلالها، مثل منظمة هيومان رايتس ووتش وبعض المنظمات الأخرى ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. نحن لدينا يعني الشرعية القانونية، لدينا قرارات مجلس الأمن، لدينا القوانين الدولية والمعاهدات الدولية التي تحرم كل ما يفعله حفتر ومن يدعم حفتر. ولكن للأسف وأنا أؤكد ذلك، أن مسؤولينا هم الذين جلسوا ولم يسعوا للاستفادة من هذه النقاط القوة التي بأيدينا. نحن نعتمد على القول بأن حفتر مدعوم دوليا، ولكن الدعم الدولي الذي يحظى بحفتر هو مخالف للقانون ومخالف لقرارات مجلس الأمن، ويجب السعي بشكل دؤوب وبشكل يعني جاد وجدي للاستفادة من هذه القرارات. نعم. هذا هو السبيل لمحاربة حفتر ومحاربة الدعم الدولي الذي يحظى به حفتر. طيب ابقى معي سيد مروان عبدالقاش. ثم نندب حظنا ونحن أن قوة عظمى تدعم حفتر، يجب إحراج هذه القوة العظمى. نعم. والوقوف في وجهها والقول بأنها تخالف قرارات مجلس الأمن وتخالف الشرعية الدولية التي تتحدثون عنها. طيب سيد مروان ابقى معي، أيضا معي الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب السياسي من استوديوهاتنا في العاصمة طرابلس. دكتور فتحي، يعني هل تكفي التغطية الإعلامية أو يعني إثارة جرائم الحرب التي ارتكبها حفتر في الإعلام حتى يعني يكون هناك وقفة جادة، أم لابد أن يكون هناك تحرك عسكري ومجابهة القوة بالقوة حتى يعني يتعظ حفتر ويقف عند حده ويجد من يوقفه عن ارتكاب مثل هذه الجرائم؟ حقيقة أستاذي الكريم، تكفي لا التغطية الإعلامية، تكفي لا، لكنها مهمة جدا ويجب أن تستمر، بل يجب أن تغطي جميع المذابح من فيها البيار، ونعود ندير الشهر القادم الشهور القادمة كلها تغطية المذابح فقط، لأنها أثرت فعلا في الكثير. حتى من أعوان الكرامة بدأوا يدركوا بعد حجم جريمة البيار وما قبلها، يدركوا موقفهم، يتراجعوا، يغيروا، يعدلوا من موقفهم، نكسبهم في جانب الوطن بدل أن نكسبهم في جانب العملية التي تريد أن تستولى بها مصر على ليبيا. التغطية الإعلامية مهمة جدا، لا تكفي صحيح،
لكنها حساسة وقوية ومهمة. إنما التحرك الآخر الذي يجب أن يتوازن يتماشى أو يوازي التحرك الإعلامي هو التحرك السياسي، لأن هناك فراغ سياسي في ليبيا، ما فيش قيادة في ليبيا، ما عندناش حكومة حقيقة، كل في اتجاهات البرلمان في جهة وحفتر في جهة والرئاسي في جهة ومجلس الدولة في جهة، ما فيش قرار، ما فيش إنسان أو جسم يقرر فيستمع الجميع. هذا ما يسمى بالفراغ السياسي. مقابل هذا هناك قوة كبيرة جدا عسكرية ومدنية وسياسية تستطيع أن تملأ هذا الفراغ وأن تخلق جسم كبير جدا له تأثيره يستمع إليه المجتمع الدولي. هناك أيضا قوة من الكرامة بدأت تنشق عنها، هناك الثوار، هناك كتائب الثورية، هناك أستاذ الكريم مئات عشرات الآلاف من مؤيدي الدولة المدنية. لكن هذه القوة التي انشقت على حفتر يعني لم تنشق لأن مشروع حفتر يعني هو مشروع دموي أو هو مشروع يعني يسعى لتدمير ما تبقى في ليبيا من دولة، بل اعترضت على أنها لم تأخذ ما كانت تسعى إليه من خلال عملية الكرامة، وهذا شيء طبيعي يعني أن تخرج من العملية إذا لم تحصل على ما تريد، ألا توافقني في هذا الرأي؟ نعم أستاذ كريم، لكن أقول لك الحقيقة، هي ليست مجرد عدم الحصول على ما تريد. على حساب ماذا؟ عدم الحصول على ما تريد على حساب دماء أبنائها، يعني خدعت، لا يعني لم تفقد مصالحها ولم تتحصل على ما تريد من الكرامة مقابل على سبيل المثال نشاطات سياسية أو أموال، مقابل دماء. يعني شباب القبائل مثلا قبيلة العواقير على سبيل المثال قدمت من الشباب دماء يعني. طيب دكتور فتحي، باعتبارك ذكرت قبيلة العواقير، فرج قعيم كان يدير سجن برسس الذي تم فيه تصفية العديد من الثوار، وهو من تكلم أو هو من أخرج فضيحة مجزرة الأبيار وهو من سرب المعلومات عنها، يعني هل هذا الشيء يحسب لفرج قعيم أم يحسب علي؟ يعني هناك لا نريد أن نخلط الأمور في بعضها دكتور. نعم أستاذ الكريم، ما أقول لك أي تراجع، أي وإن كان متأخر نحن نتعامل مع الواقع، ولكن نحن الرجل متورط في الدماء أيضا. نعم أنا أتحدث عن ليس على الشخص بحد ذاته، على توجه معين. كانت قوات الكرامة ومؤيدي الكرامة كانوا على يد رجل واحد، على قلب رجل واحد، الآن هناك انشقاق. كيف يستطيع سياسيون، كيف يستطيع الليبيين أن يوظفوا هذا الانشقاق في صالح الوطن؟ هذا أمر يعود إليهم. يعني كيف تستطيع أن تكسب هؤلاء الناس؟ أنت تتكلم عن قعيم ولا الحجازي ولا جروشي ولا الشخصيات هذه اللي في القيادة، حفتر ما حفتر ومش عارف إيش ولا لا، لكنني أتكلم عن الكتلة الكبيرة جدا من قوات الكرامة الذي كان يعتقدوا فعلا، كانوا فعلا يعتقدوا أنهم يحاربوا الإرهاب وأنهم فعلا يخدمون في الوطن، وأدركوا بعد غارات المصرية، بعد المذابح، أدركوا أن الأمر غير ذلك. أنا لا أتحدث عن أشخاص أفراد، أتحدث عن التوجه عام. نعم هناك توجه عام الآن، هذه جرائم ووضع يد في يد مصر والمذابح، تراجع الكثيرون سواء من قوى الكرامة أو من المدنيين. يجب أن نوظف توظيف إيجابي هذه الخطوة. مجلس الدولة بدأ يدرك ولو متأخرا، بعد أن أدرك ما حصل له من تونس وتعنت ما يسمى بالبرلمان، للأسف لا يستحق أن يسمى برلمان على سبيل المثال ولا لا، بعد ما رأى من تعنت أولئك الأشخاص الذين يبررون للجرائم، يبررون للغارات، يبررون لكل شيء من أجل البقاء في السلطة أو من أجل أي هدف آخر، أدرك مجلس الدولة التعنت والطمع وانسدت أمامه الطرق، بدأ الصوت يتراجع. يعني سيدة بالأمس تقريبا، آمنة مطير اليوم حويلي ولا لا، بدأوا يقولوا نعود وندير مش عارف الوطن ونضم بعض. ممتاز ممتاز، على أن يكون إصرار واستمرار في هذا الاتجاه. هناك فراغ سياسي، هناك فراغ سياسي، وهناك بالجانب الآخر قوة وطنية كبيرة جدا جدا جدا. مرة أخرى أعذرني في تكرار القائمة، قوات كبيرة من البنيان المرصوص، سرايا الدفاع عن بنغازي، الحرس الوطني، كتائب الثوار في جميع الأماكن، عشرات الآلاف من العلماء
من الموظفين، من أعضاء التدريس، من المواطنين، من المدنيين المؤيدين لبناء دولة مدنية على أنقاض الدولة العسكرية الساقطة. قوة هائلة في الشرق، في الغرب، في الجنوب، تحتاج إلى قيادة نكون نشكل جسم هيكل سياسي جديد سيستمع إلينا المجتمع الدولي. ما عندش أي إشكالية، ما عندش مشكلة، عنده مشكلة من يفرض نفسه ومن يفرض. طيب حفتر بدأ عملية عسكرية وفرض نفسه بها على مجلس النواب الذي حل بحكم المحكمة العليا، وأنت تحدثت عن أن وجود جسم سياسي قوي سيجعل المجتمع الدولي يلتفت لتيار الثورة ويجلس معه، وربما قد يكون طرف فاعل في المشهد الليبي. لكن إذا لم يكن هناك قوة عسكرية فاعلة على الأرض، هل باعتقادك دكتور فتحي يمكن لهذه القوة السياسية أن تكون فاعلة؟ يعني هل تستطيع أن تعتمد القوة السياسية على نفسها بدون أن يكون لديها قوة عسكرية؟ القوة العسكرية موجودة. دعني أقول لك تعريف الثوري بالنسبة لفتحي فضلي: أي مواطن ليبي عسكري أو مدني شارك في الثورة أو لم يشارك، حمل السلاح أو لم يحمل، لكنه يريد إقامة دولة مدنية فيها تبادل السلطة السلمية، فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، رد المظالم، رد المصالح، لا للحكم العسكري. يعتبر ثائر، سيدة، رجل كبير، عجوز، قاتل لم يقاتل. القوة العسكرية تتكلم عليها أستاذ الكريم موجودة، موجودة قوة عسكرية كبيرة جدا. أيضا ما تسمى بقوة الكرامة ليست مسيطرة في الداخل، قوة الكرامة موجودة في الإعلام المصري وفي الدعم الخارجي، ليست على الأرض. درنا محاصرة، أخربيش ما زال فيه قتال، المذابح كل يوم، إجدابية، مداهمات، يعني أين هي السيطرة؟ ما نعرفش أنا شنو عليش مسيطر. لكن الدعم القوة الإقليمية كيف السيسي وكيف الإمارات والإذاعات كل ما تفتح الحدث العربي والإمارات وشنو منفخين ومكبرين انتصار إعلامي، انتصار إعلامي، لكن على الأرض الحقيقة لا، مهتز جدا جدا. طيب نعم تفضل. ابقى معي دكتور فتحي وأعذرني على المقاطعة، وأرجع إلى السيد مروان الدرقاش. سيد مروان، هناك موضوع آخر ربما، يعني دعنا نبتعد عن الحروب، مجالس المصالحة والأعيان والمشايخ إلى آخره، يعني كل جسم سياسي في ليبيا لديه مجلس مصالحة أو مجلس أعيان يتبعه. السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان هناك إنسان عاقل فعلا يعي ما يحدث في ليبيا من دمار، لا أتكلم عن أي توجه سياسي، أتكلم عن الدمار الذي تتعرض له ليبيا، يعني هل يعقل أن يكون مجلس حكماء وأعيان يعني يدفع نحو أن يكون هناك أشخاص حتى على سبيل كل أبناء الشعب الليبي أو حتى على طائفة معينة من الشعب الليبي؟ نعم، هذه إحدى الإشكاليات التي نعاني منها صراحة في ليبيا، وهي انخراط مجموعة كبيرة من القبائل ومجالس حكمائها وعيانها في عملية الكرامة ودعمهم لا محدود لمجرم الحرب حفتر. يعني شباب القبائل الذين خرطوا في ميليشيات تقاتل مع حفتر خرطوا نتيجة توجيه مثل هؤلاء المشايخ ومثل هؤلاء الأعيان الذين ورطوا قبائلهم صراحة في حرب دموية وثارات، ويعني تسببوا في ضياع النسيج الاجتماعي في المنطقة الشرقية وتنمية العداوات ما بين القبائل وما بين مناطق ليبيا. وهذا امر مؤسف وامر جعل عمليه بناء مشروع للمصالحه في ليبيا من الصعوبه بمكان، خاصه وان لفظ المصالحه الان يتم تمريره او استغلاله لتمرير مشروع الكرامه للاسف. يعني عند الحديث عن جرائم حفتر لا يتطرقون الى مساله المصالحه فقط، يتحدثون عن المصالحة إذا كان هناك تحرك من قوة الثوار في اتجاه يعني ضرب ما يسمى الكرامة أو أي نشاط للثورة المضادة. هنا يجري الحديث عن المصالحة وحقن دماء الليبيين، ويتم الحديث على أن أي حرب أو أي قتال يستهدف به الليبيون. أما إذا كان المتحرك هو خليفة حفتر، ميليشيات خليفة حفتر ارتكبت جرائم وراقت الدماء، فإن الحديث عن المصالحة هنا يختفي
ولهجة تبرز لهجة أخرى وهي محاربة الإرهاب وما إلى ذلك، ولعل الأمثلة كثيرة ومنها ما جرى لا. في قاعدة تبراك برغم أنها كان يعني معركة بين قوتين عسكريتين، إلا أن اعتبرت هذه الهجوم الطوار على معركة على قاعدة تبراك. طيب إذا ما قارنا هذه الجريمة لا يصب في 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 صالح المصالح، بينما مكيه يرتكبه حفتر وميليشياته من جرائم يندى لها الجبين مثل ما جريمة البشعة في 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 الأبيار، ومثل قصف ذرنا، ومثل تجويع أهالي قنفودة وإحراق بنغازي، كل هذا لا يتعارض مع المصالحة ولا يكون سببا في في ضياع المصالحة في ليبيا. هذا طيب إذا ما قارنا بهذه الجريمة التي حدثت في مدينة درنة، يعني أنا لا أريد أن أتطرق إلى مجزرة الأبيار، ربما لنسلم جدلا بأنهم يعني كانوا مقاتلين في فترة ما ويعني اشتبكوا حتى عسكريا ربما مع قوات الكرامة، وهذا الأمر فيه ما فيه، لكن أنا أتكلم عن أطفال ونساء، أين هم مما يحدث؟ حتى إذا قارنا ما حدث في درنة مع ما حدث في براك الشاطي، تلك قوة عسكرية وهؤلاء مدنيين أطفال ونساء، ليس فيهم حتى رجال، يعني أين كيف نعم. يمكن لحكيم معاقل أن يرضى بمثل هذا ويبرر له؟ صحيح، على مثل الأمثلة السابقة، مدينة درنة مدينة محاصرة يوجد فيها مدنيين ونساء وأطفال ليس لهم أي علاقة بأي نزاع سياسي أو عسكري في ليبيا، والهجوم عليهم بهذا الشكل وهذه الجريمة التي ارتكبت في حقهم صراحة هي وصمة عار في جبين كل المدن المحيطة بدرنة ومشاركة في حصار درنة والقبائل التي تدفع بأبنائها لقتال أهل درنة ولحصار أهل درنة ولقصف أهل درنة، وللأسف من العائلات التي يعني سقط منها شهداء بالأمس كانت عائلات في قبيلة العبيدات وهي من كبرى القبائل في المدن الشرقية، ونعرف طيب ابقى معي سيد مروان وأعذرني على مقاطعتك. نعم. وإلى حد الآن لازالت تدعم نعم. خليفة حفتر وتشارك في حصار إخوانهم في درنة، وهذا الأمر طيب سيد مروان فقط يعني سنرجع إلى هذه النقطة. نعم. معي عبر الهاتف السيد إيناس الطويني المدير التنفيذي لمركز تقصي الحقائق وحقوق الإنسان. سيدة إيناس أبدأ معك بسؤال، ما الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة الإنسانية أو جريمة الحرب؟ في بادئ الأمر أعزي نفسي وأعزي أهالي مدينة درنة وأعزي الوطن في هذه الجرائم المرتكبة والتي تنازلت علينا كزخات المطر، جريمة وجريمة جريمة وجريمة حتى فقدت الإنسانية مسماها ومعناها في هذه الأثناء. لا يوجد فرق بين الجريمة الجنائية والجريمة الإنسانية، فالإنسان هنا متضرر في الجنائية، وكانت جريمة أشخاص كانوا عزل أو عسكريين، المتضرر هو الإنسان نفسه، فمن فقد والده هو كذلك نفسه من يفقد ابنه ويفقد زوجته ويفقد امه ويفقد اخته ويفقد انسانيته وادبيته ويتحول الى وحش مفترس لا يستهوى الا القتل والدماء. هكذا هي ما حدث لدرنا، وهكذا ما يحدث في ليبيا فعلا، استبيحت الدماء واستبيحت الانسانيه واضمحلت كل معاني الحقوق والشعارات التي كان يتحدث عليها المجتمع الدولي ويتحدث عليها مبدأ حقوق الإنسان. لما طيب. رأى تفعيل هذه المبادئ وهذه المسميات في وقتنا في الوقت الحالي إزاء الشعوب الضعيفة كشعبنا نحن الشعب الليبي الذي مارس أبسط حق من حقوقه وهو المطالبة بحرية اتخاذ القرار. طيب سيدة إيناس، يعني ألا يعتبر التحريض الإعلامي وكذلك التبرير للجريمة بعد وقوعها ومحاولة إيجاد مبررات لما يحدث في مدينة درنة من حصار ومن قصف للمدنيين، ألا يعتبر هو أيضا في باب الجرائم في حق الإنسانية ويعرض ربما صاحبه حتى ل يعني المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية إذا ما أرفق هذا التحريض مع الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم؟
أخي الفاضل، في بداية كلامي أشرت إلى أن الإنسانية اضمحلت، لأن هذه الجرائم من كثر بشاعتها ومن كثر تكرارها أصبحت كأنها منشور أو إعلان لموضوع معين أو دعاية وترويج لبضاعة أو سلعة معينة يراها المجتمع الدولي أمام أعينه، ولا يقيم ولا يحرك ساكنا اتجاهه. لم نرى أي خطوات أو أي إجراءات فعلية تنبعث من البعثة الأممية في ليبيا. لم نرى أي إجراءات تقبل من قبل محكمة الجنايات الدولية فيما يحدث في ليبيا، رغم أن ليبيا هي جزء من المجتمع الدولي باعتبارها لا تزال حاليا تحت البند السابع، أي تحت الوصاية الدولية، تحت الحماية الدولية لحقوق البشر الذين يتعرضون للانتهاكات. غير أن هذا لا يعتبر إهانة إنسانية فقط، بل هي إهانة لكرامة المواطن الليبي بأن تتجول الطيران الأجنبي العدو الغادر في مناطق مدنية وتقصف نسائه وأطفاله بغية تدمير وتشتيت ما تبقى من كيان يسمى بمدينة درنا. طيب ابقى معي سيدة إيناس، أرجع مرة أخرى للدكتور فتحي الفاضلي الكاتب السياسي. دكتور فتحي، يعني استمرار ارتكاب الجرائم في مدينة درنة من 1996 حتى 2017، لماذا درنا بالتحديد؟ يعني ما هو الشيء الذي يدعو كل من يريد أن يطغى أو يتجبر في هذا البلد أن يذهب إلى درنا ويفعل بها ما يفعل بها الآن؟ حقيقة أستاذ الكريم، وقبل ذلك قبل أن أجيبك أعذرني، ذكرت أنت أن لا تريد أن تتحدث على مذبحة الأبيار لأن يفترض أن الشباب فيها مقاتلين. يعني هناك رجل عمره 71 سنة، الحاج الورفلي عبد السلام، لا قاتل، وطلب الطب ومدنيين أبرياء اختطفوا من قبل قوات الكرامة وقتلوا وذبحوا. هذه من أولا. ثانيا، حتى يعدم إنسان في أي مكان في العالم، محكمة ومحامي وقرارات ودفاع وأدلة وقرائن، ثم يصدر القرار، ثم الدولة تنفذ إذا كان هناك لابد من تنفيذ إعدام. نحن نتكلم عن أكثر من خطوات بشاعة: اختطاف، تعذيب، قتل خارج القانون، رمي في الشوارع، سواء كانوا إرهابيين سواء كانوا وقتل بفتاوى مستورد أيضا مثل ما حدث مع الشيخ. نعم. الشهيد نادر العمراني. نعم، هي أستاذي الكريم يبدو لي الآن خطر لي خاطر صدام متورط، ابن حفتر متورط، حتى أحد الشهود قال هذه كتيبة طارق بن زياد اختطفت أشخاص ووجدوهم مع المقتولين. صدام احتمال كبير جدا أن يكون الاحتياطي متاع والدة متاع حفتر متاع خليفة، احتمال المصريين، لأن أصدروا من أيام أولا قعد نقيب وبعدين طلعوا كتاب مكافحة الإرهاب، رسالة دكتوراه صدام مش عارف حفتر بإشراف الدكتور انظر من إغلاف، هو إغلاف الكتاب، وقد يكون يا سيدي كاتب. لكن هذا حدث لمعمر القذافي في بداية الانقلاب، أول ما طلع المصريين طلعوا له كتابين ولا ثلاثة آراء في التعبية والمش عارف إيش، وأذكر عنوان هذه رومل ومش عارف كما يقول أخطاء رومل أو نقد لرومل أو شيئا ما عن رومل، هذا كاتبه معمر يفترض يعني، هو لم يكتبه طبعا، لكن حتى لو كتبه مش قضية، لكنه لم يكتب هذه الكتب. هذه المدرسة المخابرات المصرية اللي جاية من مدرسة المخابرات ألمانيا الشرقية تمارس في نفس الشيء، يبدو أنهم يعدوا في صدام لقيادة ما تورط صدام في مثل هذه المذبحة، يضعه أبوه والجيش كله في هني، ولذلك كان هذا التوقيت حقيقة. أن مذبحة الأبيار بالذات يجب أن يركز عليها ويركز على المذابح الأخرى، لأن وراها ما وراها لا يمكن الطيران المصري يتحرك في مثل هذا الوقت اللي مفروض يواسي أو يعزي الشعب الليبي، بل ينطلق بغارات على ميناء درنا، إلا هناك أسرار كثيرة جدا لها علاقة بمذبحة الأبيار، ويجب أن تدرس وتتبع ويواصل تتبع هذه الجريمة وتورط إيش اسمها هذا صدام. يقال تورط النقيب محمود، حتى هو أنا مصر عن سميه النقيب محمود لأن مع الجيش
ما فيش إنسان فردي هيك بروحه يدير، وسمعناهم يعطوا فيهم في أوامر داوم وأقتل وكذا. هذا هو الجيش العصابات الذي بدأ ينهار، بدأ ينهار وضرب قاضية مذبحة الأبيار. ولذلك يجب طيب أن بخصوص مذبحة الأبيار، يعني دكتور فتحي، دكتور فتحي، القبائل التي يعني تشرعن مثل هذه الجرائم ومثل هذه العمليات الاختطاف والحصار، يعني ما يحدث في مدينة درنة حاليا، لا نتكلم عن يعني تشكيل مسلح موجود في داخلها أو حتى قوة عسكرية موجودة في داخلها، أنا أتكلم عن شيوخ عجزة وعن نساء وعن أطفال. يعني برأيك التاريخ يسجل، يعني ما الذي سيورثه هؤلاء لأولادهم في المستقبل؟ يعني هي قبائل عريقة كان لها تاريخ أيام الاحتلال الإيطالي، ما الذي جعل مثل هذه القبائل التي لها امتداد تاريخي تنتكس مثل هذه النكسة دكتور فتحي؟ 130 نعم 130 ألف إرهابي في درنة، مستحيل، يعني مستحيل تحاصر مدينة كاملة من أجل نفترض في إرهابيين، حيكونوا كم عددهم؟ يعني هذه وسائل المصرية، المخابرات المصرية، الحصار والقصف والإضعاف وقبل أن أنسى فقط يعني دكتور فتحي، من قتل هم أبناء عمومة عقيلة صالح رئيس البرلمان المنحل. نعم نعم يا أخي، ضحايا، كل ضحايا الوطن سيدي الكريم، كلهم ضحايا الوطن. والقبائل نفسها لما تحاصر مدينة كيف هذه، يعني في ضخ إعلامي وفي كبير جدا، لكن بإذن بفضل الله سبحانه وتعالى أحداث كمذابح الأبيار كغارات المصرية الآن عليهم يا أخي أن يستوعبوا. هذا حفتر لا يسوي شيء، مستعدين تسقطوه في دقائق. أنا والله لا أبالغ، في دقائق هالقوات اللي تحاصر، من قياداتها؟ من قياداتها اللي تحاصر في مدينة درنة؟ اللي تبعوا في 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 أوامر حفتر ليش يعني؟ هذا مش قوات مسلحة، لو كانت جيش وقوات مسلحة حقيقية ومنظمة والله ما في الهم عزاء، لكن هذا ميليشيات يقودها حفتر بدعم المخابرات المصرية، بدليل ما يفعل فيه في مدننا وأبنائنا يا رجل، دمار وحرق، على كم ثائر وكم كم إرهابي يا سيدي موجود في بنغازي باش يدير هالعبيتر هذا كله، جثث في القمامة، قتل شيوخ، مداهمة بيوت، حرق، يعني يا سبحان الله، قنفودة حصار لعند أطفال ونساء وعزايز تقتلن، شنق موتة وديروا معاهم في انترفيو، طلع نبش قبور، احرق جثث، هد على المستشفى 1200، أي قوات مسلحة يا شباب هذا تقدر لا من حقك ألا تطيع مثل هذا المجرمين يعني. يعني تمردوا، باختصار أدعو قوات الكرامة اللي تحصل درنا أن تتمرد، تمردوا تمرد شرعي ونحن معكم، يعني أنتم لن تتمردوا على قائد وطني محب لوطنه محب، أنت متمردين على مجرم قاتل مستمر طيب. في قتله للليبيين. أضف إلى ذلك ملف في تشاد، يعني 10,000 8,000 إلى 10,000 شاب ليبي، أنت مردتم على هذا الرجل عادي هذا جدا. هذا ملف يعني. كبير دكتور فتحي يحتاج تسليط الضوء عليه أكثر لكشف حقائق ربما لا يعلمها كثير من الليبيين حتى ممن نجوا من حرب تشاد عن الفظائع والجرائم التي كان يرتكبها خليفة حفتر في تشاد بحق الليبيين وكذلك بحق المسلمين في تشاد البلد الشقيق. سيد مروان أرجع لك مرة أخرى إن كنت لا تزال معي، يعني ما هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى مشايخ القبائل الذين انتكسوا وساهموا في مثل هذه الجريمة التي حدثت في مدينة درنة؟ الرسالة واضحة التي يجب أن تصل إلى كل شرائح المجتمع في المنطقة الشرقية وليس المشايخ فقط، الوقوف اليوم مع خليفة حفتر في مثل هذه الجرائم سيحملكم مسؤولية تاريخية طويلة الأمد وسوف يكون لها نتائج كبيرة عليكم وعلى أبنائكم وأحفادكم في المستقبل. ما يحدث الآن هو ضرب للنسيج الاجتماعي الليبي في المنطقة الشرقية بل في كامل المناطق الليبية. نحن نعلم جيدا أن المنطقة الشرقية تحوي الكثير من المكونات الاجتماعية والقبلية من كل مناطق ليبيا، وما يحدث الآن هو بالفعل ضرب للنسيج الاجتماعي الليبي في المنطقة الشرقية، والذي سيتأثر من هذا الموضوع وسيكون له تداعيات طويلة الأمد وستمتد لأجيال وأجيال هو من يقيم في المنطقة الشرقية وقبائل المنطقة الشرقية على وجه التحديد، خاصة كما أسلفت سيد الكريم بأن للتدخل المصري في المنطقة الشرقية الآن يبدو واضحا ويبدو جليا، وهذا تهديد كبير جدا لسكان المنطقة الشرقية أن تدخل مصري يسعى إلى يعني السيطرة
على المنطقة الشرقية التي تعتبر غنية بالنفط، وهذا بالتأكيد سوف يضعهم تحت الهيمنة والسيطرة المصرية، والتي ربما تعني الهجرة العكسية، وربما تعني دخول بعض المكونات التي كانت تعيد فسادا في المنطقة الشرقية في أزمنة غابرة. هناك عداوات نعرفها جيدا بين القبائل على جانبي الحدود، سوف تستفيد من الوضع الاجتماعي المنهار الآن، مدن تحاصر مدن، قبائل تقاتل قبائل أخرى، أبناء قبائل يزرعون العداوات ويزرعون الدماء ما بين هذه القبائل. وهذه نقطة خطيرة جدا يعني سيد مروان. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يجلس حفتر حاكما لليبيا؟ هل يقبل هذا الكلام؟ هل أشكرك جزيل الشكر سيد مروان الدرقاش المحلل السياسي من مدينة مصراتة، وأدرني على مقاطعتك يعني فقط لضيق الوقت. تعتقد بأن عضو المؤتمر الوطني السيد إسماعيل العايب معي على الخط؟ سيد إسماعيل هل أنت معي؟ أرجع إلى السيدة إيناس ريثما نستطيع الاتصال بالسيد إسماعيل مرة أخرى. يعني سيدة إيناس أنا لا أستطيع أن أتكلم أو حتى أن أسأل عن مدى بشاعة ما يحدث في مدينة درنا، ولكن يعني دعينا نتكلم عن جانب معين وجانب إنساني في هذه القضية، وهي حقوق الطفل وحقوق المرأة. حتى إساءة المعاملة جرمت دوليا في كل القوانين الدولية وفي اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان، ما بالك بقصف مناسبة اجتماعية، قصف مباشر من دولة مجاورة؟ يعني إلى أي أو كم الكم الهائل من الانتهاكات التي تقع في مثل هذه الحادثة؟ لو كنا جليا تحدثنا بواقع الإجراءات المتبعة في هذه القضية، فإن القضية تأخذ كذا من بعض، باعتبار أن هناك خروقات عديدة في نصوص المواد التي تتعارض مع اتفاقية جنيف. قصف الأبرياء بصفة عامة يعتبر جريمة بحد ذاتها، وناهيك عن تصنيف قصف الأطفال وقصف الأرامل وقصف العزل وغير ذلك، واستعمال بعض الأسلحة المحرمة وغيرها. هنا لا تعد جريمة بذاتها، بل هي مجموعة من الجرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لهذه المنطقة، وهذا ما نوه إليه أخي الفاضل السيد مروان قبل قليل. تهجير أهالي المنطقة الشرقية بذريعة الإرهاب وبذريعة يعني الأعمال ضد الجيش وضد الشرطة وغير ذلك، وهذا يعد كبداية أو مسلسل لتهجير أبناء وطن من مدنهم ليتم استعمار مدنهم من قبل أشخاص آخرون، وهذه في حد ذاتها تعتبر جريمة بحد ذاتها، باعتبار أن المنطقة الشرقية والتي لا يتعدى تعداد سكانها من الليبيين 2 مليون أو 3 مليون ليبي، يعتبر نصف ليبيا، وإذا قمنا بحصر تعدادها اليوم بعد حرب الكرامة على هذه المنطقة لربما نجد فيها الربع مليون فقط في كل منطقة برقة، وليست في درنا فقط، وإنما في المنطقة الشرقية بصفة عامة. طيب سيدة إيناس فقط بعجالة يعني كلمة أخيرة تودينا قولها حول ما حدث في مدينة درنا، أقل من دقيقة لو سمحتي. الوطن ينادي والإنسانية تنادي، وهذه رسالة لكل الحقوقيين وكل إنسان ومواطن يعي جيدا بأن اليوم درنا وغدا باقي ليبيا. نعم أشكرك جزيل الشكر المدير التنفيذي لمركز تقصي الحقائق وحقوق الإنسان السيدة إيناس الطويني. أرجع إليك دكتور فتحي سؤال أخير، ما الذي تقوله لقبائل المنطقة الشرقية بعدما أذكوا العديد من الثارات والعديد من التراكمات التي ربما لن تنتهي في جيل أو ثاني أو ثالث؟ أقول يعني انطلاقتكم الأولى دعما لعملية الكرامة لعل تكون مفهومة إلى حد ما إعلاميا برغم معارضتنا لهذا الأمر، ونعتقد اعتقاد جازم
أن قضية الاغتيالات في بنغازي مأساة وكارثة وطنية كنا نعاني منها جميعا، لكنها كانت عملية اغتيال تقوم بها جهات معينة في مدينة واحدة. انطلقت عملية الكرامة لتحل هذه القضية، فإذا بنا الحروب والاغتيالات والمذابح في كل مكان، والأزمات تزداد بل توصلت إلى استباحة الوطن. أقول لهذه القبائل نتفهم دعمكم لعملية الكرامة في البداية على أن ردود فعل للاغتيالات التي كانت تقف في بنغازي، لكن الأمر اتضح الحمد لله والصورة واضحة جدا. كل هذه الدماء وكل هذه الإشلاء وكل هذه الاستباحة وهذا الدمار وهذا التهجير والنسيج الاجتماعي وما حدث من عداوات بين البشر في المنطقة الشرقية، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذا هو وقت التراجع أو المراجعة؟ نحن أبناء وطن واحد، اجتهدتم فأخطأتم ونشهد نحن ونخطئ، نعم. ونضع أيدينا في أيدي البعض ونبني وطنا للجميع، نبني وطنا للجميع، للأحفاد وللشباب ولأبنائنا. هنا فقط نقول أن دماء الشهداء، دماء أبنائكم، دماء أبناء القبائل، دماء العواقير، دماء إدريس، دماء كل مناطق أبناء ليبيا الشرقية، دماء شبابنا في الغرب في الجنوب، كلها لن تذهب هباء إذا بنينا دولة مدنية ديمقراطية راقية حضارية فيها استبدال أو تواصل السلطة سلميا، وفيها فصل القضاء والسلطة التنفيذية والتشريعية ورد المظالم والمصالحة. هناك سنقول بكل فخر أننا بنينا التاريخ وأن دماء الشهداء لن تذهب. نعم الدكتور، فعلى هذه القبائل المراجعة. نعم المراجعة، ونحن أبناء وطن واحد. الشكر الكاتب السياسي الدكتور فتحي الفاضلي، معي أيضا عبر الهاتف في هذه المساحة المخصصة لتغطية ما حدث في مدينة درنح الثوار مدينة مصرات السيد أنور صوان. سيد صوان حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية، يعني إلى متى سيظل الثوار في ليبيا متشردمين ومنقسمين ويعني ليست لديهم أي رؤية واضحة؟ أولا أخي الفاضل نترحم على شهداء درنا من سقطوا شهداء تحت طائرات هذا المجرم السفاح الفاجر الفاسق الكافر المدعو الكلب خليفة حفتر، ونقول نسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا. أما بموضوع الثوار وتفكك يد الثوار، فكان هناك أيدي خفية تشتغل على تفكيك الثوار في ليبيا وفي جميع المدن. وأما في المنطقة الشرقية فليس هناك، أصبحوا كل قلائل الثوار. فأما المنطقة الشرقية فبها حفتر وعبيده من يعبدون حفتر، تركوا عبادة الله وعبدوا هذا الصنم، هذا الطاغوت، هذا الكافر الفاجر الفاسق، عليه من الله ما يستحق. وسوف نرى بإذن الله سبحانه وتعالى ما يرينا فيها الله. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لا بد من هلاك هذا الطاغي. وأنا أقول لجميع المدن المجاورة لمدينة درنا، درنا الصمود، درنا العزة، درنا الجهاد، درنا الكبرياء، درنا الشهامة، أقول لهم يا مناطق الجبل، يا بنغازي، يا عبيد حفتر، سوف يأتي إليكم يوم وتندمون على ما فعلتم وما رأيتم وما سكتتم من أجل تنصيب هذا الطاغي. تخلصتم من طاغي، من القذافي، من مكت على صدور الليبيين 42 عام، تريدون تعبدوا طاغوت آخر؟ لماذا يا أهل الشرق لا تعيشوا أحرار؟ لماذا يا أهل الشرق خرجت عليكم الحرية اليوم مقاسها كبير؟ يا شيوخ الشرق اللي قدمتوا ظلاكم الحفتر يقتل في الليبيين، اسم اللي يموتوا في درنا وفي غير درنا في رقبتكم انتم يا مشايخ الشرق، يا اللي تدعون المشيخ وتدعون زعماء القبائل، أبنائكم فيش ماتوا؟ وين ماتوا أبنائكم؟ ماتوا لتنصيب مجرم كافر هذا اللي يعبد من غير الله؟ وين وضعتوا أولادكم يا شرق؟ وين وضعتوا أولاد ليبيا يا أهل المنطقة الشرقية؟ طمنا فيكم خير في 2011، طمنا فيكم خير أنكم خرجتوا أول ما خرجتم على الطاغوت القدسي، ولكن أهلك طاغوت لتنصبوا طاغوتا آخر. لماذا لا تعيشوا أحرار؟ هل كتب الله على جبائكم أن تعيشوا عبيد؟ إلى جميع منطقة الشرق، إلى أهل المنطقة الشرقية جميعها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم بعبد هذا الطاغي الظالم الفاجر الفاسق، ومن كان يريد أن يعيش عبدا فله حرية ذلك.
أما درنا فأقول لها ولكل ثوارها ولكل رجال درنا ونساء درنا عليكم بالثبات، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ولن يغير حال إلا الله سبحانه وتعالى. أما حكومتنا طيب. وما وليست لدينا حكومة طيب المتردية والنطيحة سيد أنور لا حكومة توجد ولا مجلس رئاسي ينفع ولا من انتخب كانوا أهلا لهذه الأماكن وضعنا أصابعنا لأناس ما نظن فيهم الثقة الكاملة للخروج بسفينة فبراير إلى شط الأمان، ولكن عبد الدرهم والدينار واليورو والدولار ولا على قلوبهم المال وأخذتهم الدنيا وزخرفها. ما يحدث في دارنا فهو عار عار على جميع الليبيين، وسوف نصعد أمام الله سبحانه وتعالى. وأقول للمدن المجاورة لدارنا إن الموت واحد والموت بيد الله الواحد، ليس بيد الكلب حفتر ولا بغير حفتر، ومن مات غدرا ومن مات تحت هذه الطائرات فهو شهيد. ويخرج علينا هذه العصابة المارقة من كلاب الكرامة ويقولون إرهاب ويقولون داعش، لماذا لم يطلعونا على التلفزيون يخرجون حد على التلفزيون يقولوا هذا داعشي حققنا معاه وهذا مسكناه وهذا قال بالأمس 36 شتة في الأبيار، من قبلها من أخرجوا جثث من القبور أخرجوا فرسان ورجال وشهداء بعد 30 يوما وبعد 60 يوما وبعد 90 يوم لم يتغير لهم لون ولا رائحة. هذه كرامة دائسة، هل هناك من على السوق الكرامة يأتي بكرامة أسير الحرب هذا المجرم السفاك؟ وأقول للحكومة ومن لديهم الأمر الآن في ليبيا وفي طرابلس يقولوا إنه يجلب السلاح من 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 عصابات ومن 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 ومن، لماذا لم تأتوا بالسلاح حتى أنتم من السوق السوداء؟ ولكن الدرهم والدينار واليورو والدولار تبوه لجيوبكم ونقطونكم يا 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 مسارك. أي إنسان على منصب الآن مسؤول من نطف الدم تهدر في درنا، أهل درنا جياع في بطونهم ولا حفاء، ونحن نتفرج عليهم ولا نحرك ساكنا. أموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. طيب سيد أنور يعني سيد أنور على حرير وذو علم ينام على التراب. طيب سيد أنور جوعا. رجال درنا يموتون جوعا ونحن نتفرج من جميع أنحاء ليبيا. ماذا تقول لكتائب الثوار والثوار في المنطقة الغربية؟ يعني أهل الثوار المنطقة الشرقية قاتلوا صفا واحدا مع ثوار المنطقة الغربية بعد أن تحررت المنطقة الشرقية، ماذا تقول لثوار المنطقة الغربية بعد ما حدث في درنا؟ ثوار المنطقة الغربية أخي الفاضل أقول لهم رصوا الصفوف ووحدوا كلمتكم وارفعوا رايتكم لتكون كلمتكم واحدة. الخطر الذي يداهم درنا فإن درنا أهلها ليبيون وإنهم أبناؤنا وأخطرنا وأولاد عمومتنا. هل بقى لدى السياسيين في درنا ولا في غير درنا؟ سيد أنور برأيك هل بقى لدى السياسيين بعد هذه الجريمة التي حدثت في درنا أي سبب لاستمرار مفاوضات سياسية أو لإيجاد حل سياسي للأوضاع التي تمر بها ليبيا؟ أخي الفاضل من يجلس مع حفصة فهو كافر المثلة وهو فاجر المثلة وهو فاسق المثلة، لا جلوس مع حفصة وأتباعه، لا جلوس مع البرلمانيين الصفهاء، لا جلوس مع هؤلاء الشرذمة الفاسدة التي أفسدت الحركة والنسل التي أفسدت البلاد وجعلت البلاد في حالة يرثاء. اليوم هذا وضع ليبيا، هذا ما كنا نرجوه من ثوار المنطقة الشرقية أن يلتفوا خلف رجل يقود الحق ويقود فبراير. وضحت هذا الطاغي المجرم، وضحت الصوره ووصلت وصلت يا اهل الشرق ويا مشايخ الشرق، كل شيخ من مشايخ الشرق عند المسؤوليه في رقبته. نعم أشكرك جزيل الشكر السيد أنور صوان أحد ثوار مدينة مصراتة مع تحفظنا على بعض الكلمات التي بدرت منه وهي تعبر عن رأيه الخاص ربما لأنه تأثر بما حدث في مدينة درنا. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بصراحة تعجز الكلمات عن وصف مدى الإجرام الذي وصلت إليه ميليشيات الكرامة. هذا الوضع ترونه بأم أعينكم وأنتم تختارون ماذا يكتب التاريخ عنكم،
وأنتم تختارون مع من تحشرون يوم القيامة. هذا ما حدث يعني لا يمكن وصفه ولا يمكن تبيين الحق الجلي الواضح ولا يمكن يعني كما يقول المثل الشعبي أن تغطى الشمس بالغربال. حقيقة لا نجد كلمات نواسي بها حتى أهلنا في مدينة درنا، وكل الضيوف اليوم تحدثوا حتى من في فترة معينة كان ضد توجهنا السياسي وضد ما تكلم به مشايخنا الفضلاء في دار الإفتاء، كلهم اليوم رجعوا بعد هذه الجريمة. ليبيا أكبر من الأشخاص، والشعب الليبي أكبر من الأشخاص، وأطفال درنا ونساء درنا ومشايخ درنا وكل أهل درنا جرمهم في رقاب كل من سكت ورضي بمجرم الحرب حفتر وما تفعله مصر والإمارات والعصابة الدولية بهذه المدينة. تصبحون على خير. Mm-hmm.